ممثلين لرئيس الجمهورية شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ووزير الاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد في أشغال قمة مجموعة 77 زائد الصين في هافانا بكوبا على مدار يومين تحت شعار تحديات التنمية الحالية دور العلم والتكنولوجيا والابتكار، وهذا بحضور الرؤساء الدولي والحكومات ومشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وزير التعليم العالي أكد في كلمته بالمناسبة على ضرورة تعزيز آليات التعاون وفتح ورشات جديدة تبحث في الكيفية المثلى لمواجهة مختلف التحديات وضمان الوصول المتكافئ إلى التكنولوجيات الحديثة والتمكين من خلق تنمية مستدامة ومتوازنة. كما استعرض السيد الوزير الجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر لتطوير مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة. وفي سياق أكد بداري وفي نفس السياق أكد بداري أن الجزائر سخرت من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية دعما بقيمة مليار دولار أمريكي يعكس الارتباط الوثيق بين الجزائر والقارة السمراء.